الانواع ديال الفراخ اللي عندك خرب من السميد ديالو مرحبا السلام عليكم الكالوبسات طائر براني كيجي من برا يمكن هنا الناس كتنتج فهمتي كيديروا الانتاج ديالو الانتاج ديالو كاين موجود خير تبارك الله موجود باش كتعرف التكير بين النسوة والذكر هذا النوع بالنسبة للذكر والنسوة كيختلف بحال دابا هذه الحبيبة هذيك النسوة كتكون عندها هذيك اللعيبة الليمونية كتكون باهتة إذا كانت باهتة كتكون نسوة فهمتي الديالة ديالي إذا كان سامبل بعض المرات كيبان لك هذا السامبل كيكون بالنسبه للكيروش حتى هو كنسمع فيه شي حاجه ديال الانواع في انواع النوع واصل حتى 40000 درهم كيروش تقريبا على حسب كاين صفارة شوف واحد عيني حمراء وشو الفرق بيناتها هذاك العين الحمراء كيكون طفره ديال الكيروش فهمتيني كاين الانواع بزاف فهمتيني كاين العادي كاين الريمبو سبانجل انواع بزاف فهمتيني تما كيبيعوا تقريبا من 50 درهم من 50 درهم وانت غادي فهمتيني على حسب النوعيه ديال الطير كيفاش هو كتشوف الطناش لا راه البياض كاين البياض كاين الصغار الكالر اخويا كيبدا في 80 درهم على حسب اللي يكونوا وليدات نزل الثمن ديالو شويه فهمتي على حسب كاينين الوليدات فهمتي كيكون الوليدات كيكون باقي الثمن ديالهم كيكون ديال 80 70 100 على حسب اللون حتى هو نمشيو على حسب اللون الصيله شوف نشوف الصيله نتاع باش ما بقاش الصيله شنقول لك خويا الصيله هي مزيانه طائر زوين وقلال في الصوت مرحبا هادي تربية طيب السلام مرحبا اخويا الله يحفظك اخويا الله يبارك فيك مرحبا اخويا المهم هادي الماكلة ديال المشيشات شاكل ديال المشيشات في انواع واشكال وهادي تا هي ماكلة ديال الكليبات هادشي راه عليه الطلب فهمتي هادي تا هي ديال المشيشات الباكاليتير فاش كيديروا ليه بالزوار هادي الادوية خاصة بالكلاب وقطط طيور جميع الانواع شحال من عام انت فات المهنه ديال المهنه هذه اخويا دابا شي 5 سنين دابا مزيانه مزيانه التجاره راه زوينه التجاره مزيانه كيفاش طاحت عليك الفكره؟ الفكره اخويا طيح عليا واحد الصديق هاد الصديق ديالي هو اللي طيح عليا الفكره هذه هو اللي دخلني للدومين فهمتي ما كانش هو دخلني للدومين الله يجزيه الجزاء بالخير فهمتي يعني وقف معايا حتى وصلنا فهمتي كان مكروش الخير وسميت ضروري باش بديتي في الاول واش نقول بديت يعني عادي كتبدا بشويه بشويه حتى كتوصل فهمتي بشويه بشويه براس المال قليل هادي كتعاون بديت انا والصديق ديالي هذا نيس فهمتي بديت انا وياه بشويه بشويه هو معاون معايا الصراحه فهمتي هو تعاون معايا شويه بشويه حتى وصلني فهمتي وراني كيفاش الخدمه وراني هادي الله يجازيه بخير فهمتي هذاك الشيء اللي كاين فلو كنا كنبيعوا الماكله ولا شويه بشويه كدير الطيور شويه قيطات شويه هذه فهمتي كتبقى بشويه بشويه حتى كتعاد تقريبا هاد الطيور هاد الفريخات اللي عندك واش انت اللي كتربيهم ولا كتاخذهم وكتعاود فيهم البيع لا كناخذهم كنعاودو فيهم البيع ناخذهم عند الناس كيجيبوهم كيكونوا مربين كناخذهم من عندهم حنا كنعاودو فيهم البيع تقدر تقربنا من الاسمنه ديالهم يعني تقريبا شحال انت كتاخذهم في الاول وشحال كتولي تبيعهم فهمت شنو نقول لك على حسب تقدر فهمتي على حسب السلعه اذا كانت السلعه قليله راه تقدر تاخذها بالثمن اذا كانت السلعه ثاني موجوده كتاخذ بثمن مناسب يعني ديال فهمتي في متناول الجميع فهمتي حتى الناس اللي كتشري كتلقى ثمن زوين راه كتاخذ اما ملي كيكون ثمن شويه غالي بزاف الناس راه ما تاخذش فهمتي يعني كيكون ثمن كتعطيه كلشي كياكل فهمتي تعطيه كيجي كليان كتعطيه كي هو كيمشي بخاطر فهمتي عادي شو الصعوبات اللي تلقيتي في باش كنعرفوا كل مهنه فيها صعوبات هذه ما كاينش صعوبات اخويا بدا ما يكون معقول فهمتي بلادي ما يصفينيش يكون معقول راه غيربح اما بنادم الا كان هوك ولا هوك راه ما غيكملش فهمتي راه غيطلق المحل غيطلق شحال من حاجه فهمتي واخا الوقت شويه صعيب من كورونا لدابا يعني بنادم غيصبر والله غيتعاون معاه فهمتي غتكون بنادم مصفي نيتو يكون معقول في البيع والشراء ما يخصو حتى خير فهمتي الله كيعاون اي واحد الطريق وقعت لك هذه
هذاك الشيء عادي فهمتي، يقدر بعد ما طرا يهربوا لك 10 طيور هذه، ولكن كيعوضك الله. شحال مره هربوا لي الطيور ولكن كيعوضك، بعد ما طرا هربوا لي 10 كل مره شحال فهمتي، يقدر بعد ما يهربوك جوج ثلاثه وكيربوك هذوك الطيور اللي يستوي شويه الثمن، ولكن كيعوضك الله فهمتي. يعني راه خا هرب لك صافي، مكتوب ليه ديك الحريه، ما يمكنش غتخالف القدر ولا شي حاجه، عادي شي حاجه عادي فهمتي، خاص بلدي يتقبلها. شو تقول الشباب اللي كيشوفوك دابا وباغيين يديروا هاد المهنه هادي؟ واش نقول؟ اي واحد، اي واحد الله يسهل عليه اللي دار شي حاجه، الله يسهل عليه راه اي حاجه فهمتيني. يتوكل على الله فهمتي، راه ربي غيجيب التيسير فهمتي، مادام كيقول لك تحرك وترزق. بالنسبه للجويجات ديال بيرو شحال واصل؟ جويجات اللي تجاوزهم عندك ولا لا كتشريهم؟ لا كنشريهم بحال ما كيقدروا يكونوا مجاوجين، جايبهم شي واحد هما مجاوجين، يقدروا عاوتاني فهمتيني، على حسب كل كليان هو كيشوف كيختار فهمتي. كيكون عندك جوجات فايتين في الرخيل حنا كنشريهم بحال ما كان، صافي كتعطي الكليان بعد ما كيمشي فرحان فهمتيني، عادي كيعرف جوجه مزيانه راه مزيانه، ما مزيانش راه كتقول راه ما مزياناش فهمتيني، عادي ماشي مشكل. الثمن ديالها كيكون ما بين 100 درهم 150 درهم 300 درهم على حسب فهمتي، على حسب كل حاجه والثمن ديالها. هاد الفريخات اللي كنشوفو راك واش كتبيعهم زعما لاكاج ديالهم، القفص ديالهم، القفص ديالهم ولا كتبيعهم يعني في بديتو؟ كاين اللي كيكون عنده لاكاج كتبيع ليه الطير بوحدو، كتبيع ليه الطير بوحدو ولا كيشري لاكاج، كاين اللي كيبغي لاكاج على حسب فهمتي، يقدر ياخذ لاكاج هو جديده، يقدر ياخذ هذيك لاكاج اللي فيه هو، ولا عنده كاج في الدار فهمتيني، عادي داك الشيء ماشي مشكل. يعني على حسب المتطلبات ديال الزبون. هو اللي كيحكم فهمتيني، هو اللي عارف، يقدر يكون عنده كما قلت لك كاج راه غديروا ليه في بوشيطه غيدي معاه، ما عندوش راه كياخذ هو. كاين المحل باش الناس اللي بغاو يتقداو ويدوزو عندك؟ المحل اخويا في حي الحسني حدا سوق ولد موينه، اون فاس مع سوق ولد موينه. دير شي كونت تيك توك شي حاجه؟ لا ما دايرش داك الشيء. ما دخلتيش العالم ديال الميديا؟ لا ما دخلتش ليه. كتفكر تدخل ليه؟ فيسبوك اغلبيه في فيسبوك، بالميديا اغلبيه الناس خدامين، كنفكروا كنفكروا مازال كن فهمتي، خدام فيسبوك، خدامين تبارك الله فيسبوك، كاينين الناس فهمتيني تواصلوا معنا، كنوصل لهم السلعه حتى لباب الدار ليفريزون، عادي شي حاجه عادي ماشي مشكل. اجي واحد النهار غنشوفك دخلتي العالم ديال الميديا. ضروري بشويه بشويه. دابا الوقت تطورات. الوقت تطورات، كلشي خدام بالميديا دابا، كاين بشويه بشويه راك عارف، بشويه بشويه تتوصل. هادشي اللي كاين. شكرا على الاسم. مرحبا مرحبا خويا، مرحبا. مرحبا بك، مرحبا. حتى شي واحد شي حاجه راه يجي عندك. انيا مرحبا ماشي مشكل، نور الدين الحداوي. رجع السي نور الدين، راه مرحبا. الله يحفظك، الله يبارك فيك. مرحبا هاني كلشي ديالو، مرحبا اللي ما عندوش يدي هاني. مرحبا.